صباح الخير يا صديق. صباح النور. طب والله حسيت بك يا انسه ريم. والله انا اللي حاسه ان انت بتشوف في الاخر وهتطلع بتضحك علينا كل ده. ربنا يسمع مني. الكتب؟ ايوه. ومش بس كده، خلاص المشكله اتحلت وبقت طالب بكليه الاداب قسم الفلسفه. وكتاب الله ومقام السيده. ومقام السيده زي ما بقول لك كده. انا مش قادر اصدق، معقوله بعد السنين اللي فاتت دي كلها ارجع اتعلم وادخل الجامعه من تاني؟ مش عارف اقول لك ايه. طيب ممكن يعني تقبلي مني الهديه البسيطه ديت وارجوكي ما تكسفنيش وتقولي لا؟ هي حلوه قوي، بس الهديه دي بقى انا هديها لجدي. حاج عبد الهادي هو عارف ان احنا بنتكلم؟ اه. فيها ايه؟ يزعل هو اكيد، يعني مش عايز حد من اهل بيته حد تاني يكلمه من وراه. لا هو عارف كويس ومن اول يوم كمان، وهو اللي قال لبابا كمان عشان خاطر يساعدك وتدخل القسم عنده، وقال له لو ما عملش كده هينشم البيت. بيت الشربيني خيره على الناس كلها من اول واحد لاخر واحد، عشان كده بركه السيده ساكنه في داره. انا هروح له عشان اشكره. عن اذنك يا سيدي. اتفضلي. كانت عاوزه منك ايه بقى بسلامتها؟ روح. اه يا اخويا روح، مالك مش على بعضك ليه؟ وبعدين ايه اللي في الكيس ده؟ ها؟ دي كتب. كتب؟ اه، ما هو مشكله الجامعه اتحلت الحمد لله، وهرجع اكمل تعليمي. اسم الله، حلو. طب امسك يا اخويا، كل كده يبقى عليك 20 جنيه، ده غير اللي على اخوك. ها؟ هو احنا في بينا فلوس برضه يا روح؟ اه في بينا فلوس. اه طبعا يا اخويا في بينا فلوس، وانا فاتحه هتكيه؟ كل واشكر هو. لا يا حبيبي كل وادفع. يعني الكلام ده يمشي عليا انا وابو المكارم؟ اه يا اخويا انت والمحروس ابو المكارم، ولا تكونش فاكرني هبله ولا مش واخده بالي. ليه بس؟ هو ايه اللي حصل؟ انا اموت واعرف هو بيئب وبيغطس وبيروح فين الزفت ابو المكارم ده. انا اهو. مين بقى بيجيب سيرتي؟ اهو شرف اهو يا ستي. ايه ده؟ انا جيت في وقتي مش كده؟ ايوه. جبت الاكل؟ اه اهو اتفضل. تسلم ايدك يا روح الروح. هتاكل معايا بقى ولا هتروح تاكل في بيت الشربيني؟ لا طبعا روح بيت الشربيني، ده عاملين اكل يكفي السيده كلها. لا انا هاكل الاول الاكل بتاع روح الروح وبعد كده حالي في بيت الشربيني.